قلبي بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أحكام المواريث، وتوقفنا عند حالات الأخت الشقيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حالات الأخت الشقيقة. يقول الله سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. سورة النساء آخر آية. الآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة هي من لا أصل له ولا فرع، يعني ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، يعني لا له أب ولا جد ولا له أولاد ولا أولاد ابن. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله ولد، تشمل الذكر والأنثى وتشمل أولاد الابن أيضا، ليس له ولد يعني ليس له لا ابن ولا بنت، ولا له ابن ابن ولا له بنت ابن، وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا الشخص مات وليس له يعني فرع وارث، ليس له ذرية ورثة، وله أخت فالأخت لها لها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني لو كان الميت امرأة فيبقى أخوها يرثها إن لم يكن لها ولد، إذا كان ميتها أيضا ليس لها أولاد، لا لها ابن ولا لها بنت ولا لها ابن ابن ولا لها بنت. فإن كانت اثنتين، يعني إذا الرجل مات وله أختان فلهما الثلثان مما ترك، الأختان لهما الثلثان أيضا بشرط. كل هذا في حالة الكلالة، يعني لا له أب ولا جد ولا له أولاد، فالأختان لهما الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الشخص مات وأيضا كان كلالة، يعني لا له أب ولا جد ولا له أولاد ولا أولاد، ففي الحالة في هذه الحالة إذا كان له إخوة رجالا ونساء ذكورا وإناثا، الإخوة والأخوات يشتركون في الميراث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وهنا في هذا الحديث فيه حالة من حالات الأخت، في حالة وجود بنات إناث، لا يوجد أولاد، لا يوجد ذكور يعني بنون ذكور، وإنما يوجد بنات إناث، فالأخوات يرثن ما تبقى بعد بعد البنات تعصيبا. تحت في الحاشية يقول: الإخوة والأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان، أي من أعيان هذا الصنف. والإخوة والأخوات لأم يسمون بني العلات، لأنهن من نسوة الضرائر، كل منهن علة أي ضرة للأخرى. والإخوة والأخوات لأم، المفروض اللي فاتت هذه كانت لأب، يعني الإخوة والأخوات لأب يسمون بني العلات، مش صحيح هذه لأب الأولى، يعني عندنا الأشقاء والشقيقات بنو الأعيان، والإخوة والأخوات لأب يعني أمهاتهم شتى، معنى لأب يعني يشتركون مع الميت في أبيه ولكن أمهاتهم شتى، يقال لهم بنو العلات يعني الضرائر، لأن الأمهات مختلفات، أمهاتهم ضرائر يعني. والإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف، لأنهم من أصلين مختلفين،
احيانا ياتي خاصه في كتب الحنفيه، يعني استعمال بنو الاعيان وبنو العملات وبنو الاخيه، يستعملون هذا المصطلح يعني، وهو ايه استعمال لغوي يعني، في لغه العرب الاشقاء يسمونه بنو الاعيان، والاخوه لاب يسمونه ايه بنو العملات، ولام يسمونه بنو الاخيه. وقد ورد في الحديث يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال: نحن معاشر الانبياء بنو علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، يعني يشبهون الاخوه لاب اللي هم يعني يشتركون في الاب والامهات شتى، فالدين واحد يعني وان كان والشرائع شتى. طيب قال للاخت الشقيقه خمسه احوال في الحاشيه، قال: الاخت الشقيقه كل اخت شاركت المتوفى في الاب والام. الاخت الشقيقه يعني اخت الميت شقيقته، دائما احنا ننسب ايه الى الميت، ننسب الى الميت يعني، فاخت شقيقه يعني اخت الميت شقيقته التي تشترك معه في ابيه وامه، امها هي نفس امه ام الميت، وابوها هو نفس ابو الميت، فهي اخته الشقيقه. قال للاخت الشقيقه خمسه احوال. الحاله الاولى او يعني اول حاله، النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق. الأخت الواحدة المنفردة الشقيقة ترث النصف بهذه الشروط، اللي هي عدم الفرع الوارث، يعني ليس لها لا أولاد لا ابن ولا بنت، يعني ليس للميت، يعني أخت الشقيقة للميت، فمعناها أن الميت ليس له أولاد، لا له ابن ولا له بنت، ولا له ابن ابن ولا له بنت، والميت وانعدام الأصل أيضا، يعني انعدام الفرع الوارث وانعدام الأصل الوارث أيضا، يعني الميت ليس له لا أب ولا جد، المقصود الجد هو الجد هو أبو الأب، هو الجد الوارث يعني، الجد هو أبو الأم، هذا لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره في شيء. كذلك نقول الأولاد وأولاد نقصد إيه أولاد الابن، أما أولاد البنت لا يرثون ولا يؤثرون في ميراث غيرها، ابن البنت هذا وجوده كعدم يعني، لا هو لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيرها، وأبو الأم كذلك برضو وجوده كعدم، لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره في شيء. فإذا الشرط الأول هو عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الأصل الوارث اللي هو الأب والجد، الشرط الثالث عدم الايه الاخ الشقيق، عدم المعصب يسمونه، عدم المعصب، لان يعني لو وجد اخ شقيق فانه سيرث معها بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، فلن ترث النصف. ففي هذه الحاله الاولى حتى ترث النصف لابد ان لا يكون معها معصب، يعني ما يكونش معها اخ شقيق اخر. وهناك شرط يعني يستفاد ايضا من قولها النصف للواحده المنفرده، يعني نستطيع ان نقول أربع شروط، الشرط يعني يضاف شرط هو عدم إيه المماثل، يعني عدم وجود أخت أخرى، وهذا الشرط يعني هو يعني أفاده لما قال واحدة منفردة، يعني ليس معها أخت أخرى. يعني يمكن نلخص هذا نقول أخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. عدم الأصل هو الأب والجد، عدم الفرع هم الأولاد وأولاد الابن، عدم المعصب اللي هو اخوه اخو شقيق اخر للميت، لانه لو وجد للميت شقيق وشقيقه يبقى الارث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، ليس لها فرض اللي هو النصف. وشرط عدم المماثل يعني ما يكونش في اخت اخرى شقيقه معها، لانه لو وجد شقيقتان يبقى سترثان الثلثين وليس النصف. يعني نتكلم عن شروط ارثها النصف عدم وجود اخت اخرى معها، لانه لو وجد معها اخت اخرى سترثان الثلثين وليس النصف. الحالة الثانية: الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر. الحالة الثانية: الثلثان للأختين فصاعدا، أختين شقيقتين اثنتين فصاعدا يعني فأكثر، أختين شقيقتين ثلاث أخوات أربع أخوات عشر أخوات أيا كان العدد يقتسمن الثلثين. الأخوات الشقيقات إذا كنا اثنتين فأكثر فيتقاسمن الثلثين بينهم. أيضا بنفس الشروط التي الأخرى التي ذكرت في النصف، يعني بس النصف كان نشترط له أن تكون واحدة،
الثلثان نشترط أن يكون اثنتين فأكثر، لكن أيضا نشترط عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب. نشترط عدم الأصل إن ما يكونش فيه أب ولا جد، ونشترط عدم الإيه الفرع، الميت ليس له أولاد ولا أولاده، ويشترط عدم إيه المعصب، يعني لا يوجد معهن أخ شقيق، لأن يعني لو معهن أخ شقيق يمكن الميراث بالتعصيب. الحالة الثالثة إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره، فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الأولى الأخت الواحدة ترث بالفرض وهو النصف. الحالة الثانية الأختان ترثن بالفرض وهو الثلثان. الفرض يعني نصيب مقدر محدد من الفروض الستة المذكورة في القرآن، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. إذا الوارث له نصيب محدد من هذه الستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، الوارث الذي له نصيب محدد من هذه الفروض المقدرة في القرآن نقول إنه وارث بالفرض. أما إذا ليس له نصيب محدد نقول له الباقي ما تبقى، إذا كان وحده يأخذ المال كله، إذا كان معه أصحاب فروض يبقى نبدأ بأصحاب الفروض نعطيه فروضهم، وما يتبقى عن الفروض فهو له، هذا يسمى وارثا بالتعصيب. فهنا إذا أخت شقيقة أو أكثر ومعهن أخ شقيق يبقى الإرث هنا بالتعصيب ليس بالفرض، ليس لهم فروض محددة وإنما يرثون بالتعصيب. فيأخذون إيه إذا لم يكن معهم أصحاب فروض يبقى يأخذون المال كله ليقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا معهم أصحاب فروض يعني مثلا الميت ترك إيه زوجة وإخوة وأخوات شقيقات، الزوجة دي صاحبة فرض نبدأ بها الأول نعطيها فرضها، الواحد يكون هنا إيه الربع مثلا لعدم وجود أولاد يبقى الزوجة لها الربع فرضا، وبعدين ما تبقى نروح نعطيه للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الرابعة يصلن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن. الحالة الرابعة الأخت الشقيقة فأكثر مع بنت الابن، مع البنت أو بنت الابن سواء كنا إيه واحدة أو أكثر، فيأخذنا الأخوات ما تبقى بعد البنات، هذا نوع من التعصيب اللي هو الأخوات مع البنات عصبة، فيرثنا ما تبقى بعد البنات. طيب هو أحوال البنات إنه إذا بنت واحدة لها النصف، بنتان أو أكثر لهما الإيه؟ الثلثان. طيب بنت ابن واحدة لها النصف، بنت ابن أو أكثر لهما الثلثان. طيب لو بنت واحدة وبنت ابن إذا البنت تأخذ النصف وبنت الابن لها السدس نسميه تكملة الثلثين. في كل هذه الحالات إذا يعني عندك بنات أو بنات ابن أخذنا نصفا أو ثلثين، فما يتبقى يكون للإيه للأخوات يرثنه، يعني حتى لو لم يكن معهن معصب يعني ذكر، فهذا نوع من التعصيب اللي هو الأخوات مع البنات. للحديث الذي مر ذكره اللي هو اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة أو عصبة، فالأخوات يكون إيه مع البنات يرثن ما تبقى بعد البنات. فهذه الحالة الرابعة. يعني عندنا الحالة الثالثة اللي هي التعصب بالتعصيب، يتعصبن بالأخ الشقيق الذي يسمى عصبة بالغير. الحالة الرابعة والأخوات مع البنات تسمى عصبة مع الغير. هناك عصبة بالغير وعصبة مع الغير. بالغير اللي هو بالأخ الشقيق، الأخوات الشقيقات يتعصبن بالأخ الشقيق فتسمى عصبة بالغير. الحالة الرابعة هي أن يكون عصبة مع الغير، هو أنثى تتعصب بأنثى، اللي قبلها الإناث يتعصبن بذكر هذا يسمى عصبة بالغير. الرابعة هي الإناث يتعصبن بإناث تسمى عصبة مع الغير، اللي هي الأخت تأخذ ما تبقى بعد البنات. الخامس قال خامسا يسقطن، الحالة الخامسة أو الحال الخامس
يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه، وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقا، وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك. الحالة الخامسة، الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يسقطن ولا يرثن شيئا. متى يسقطن ولا يرثن شيئا؟ قال أول شيء بالفرع الوارث المذكر، إذا يوجد فرع وارث ذكور الأخوات لا يرثن شيئا، يعني رجل مات وترك ابنا وأختا، المال كله للابن وأخته لا شيء له، ترك ابن ابن وأخت أو أخوات أيا كان عددهم، ابن الابن له المال كله والأخوات لا شيء له. وده الفرع الوارث المذكر، الأخوات أخوات الميت يعني؟ نتكلم عن أخوات الميت، يعني رجل مات وترك أختا شقيقة وابنا، إذا حل المسألة نقول المال كله للابن والأخت الشقيقة لا شيء لها، لأن يعني شرط إرث الشقيقة كما في كتاب الله الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فشرط إرث الأخت ألا يكون للميت ولد، فإذا مات له ولد إذا الأخت لا ترث شيء. قال وبالأصل الوارث المذكر، أصل الوارث المذكر يعني الأم لا تمنع إرث الأخت، لو رجل مات وترك أمه وأخته الأم ترث والأخت ترث، لكن الأب يمنع إرث الأخوات. قالوا بالأصل الوارث المذكر، الأصل الوارث المذكر هذا يشمل الأب وأبو الأب. طيب بالنسبة للأب، الأب يحجب الأخت إجماعا، بإجماع الفقهاء أن الأب يحجب الأخت، يعني لو رجل مات وترك ميت، يعني رجل أو امرأة، يعني شخص رجل أو امرأة مات أو ماتت وترك أباه وأخته، الميت ترك أباه وترك أخته، المال كله لأبيه وأخته لا شيء له، ماشي؟ فالأب يحجب الأخت إجماع، أو لو ترك أخوات أيا ما كان عددهم، الأب يحجب الإخوة والأخوات إجماع. هل يصح أن يقال إطلاق بدل الإجماع؟ إحنا بس إجماعنا عشان بين عن اتفاق الفقهاء، يعني إطلاقا يعني في جميع الحالات، نقول نستعمل كلمة إطلاق مطلقا أو يعني مطلقا يعني في جميع الحالات بدون قيود او بدون شروط، لكن المقصود هنا نقول اتفاقا او اجماعا، يعني اجمع الفقهاء على ان الاب يحجب الاخوه، ويمكن ان تقول مطلقا ايضا يعني هو يحجبهم بدون قيد وبدون شرط، يعني ما فيش يعني حالات في حاله وبدون حال، ان الاب يحجب الاخوه والاخوات مطلقا واجماعا. أما مسألة الجد، هل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ هذه وقع فيها خلاف بين الفقهاء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الجد كالأب يحجب الإخوة، لكن صاحب أبي وافقه أيضا رواية عن الإمام أحمد، يعني توجد رواية عن الإمام أحمد موافقة لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الجد يحجب الإخوة، هذه رواية عن الإمام أحمد يعني رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يعني بعض الحنابلة يعني رجحوا هذه الرواية، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي قول مالك والشافعي وقول صاحبي أبي حنيفة كذلك، صاحب أبي حنيفة خالفها فيها هما أبو يوسف ومحمد، صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بالإضافة إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والرواية المشهورة عن أحمد، قالوا الجد لا يحجب الإخوة ولكن يرث معه، الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبه الإخوة والأخوات، وكانت هذه المسألة محل خلاف بين الصحابة والعلماء، يعني أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة كانوا يقولون الجد يحجب الإخوة كما أخذ به أبو حنيفة، يعني عثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنه قالوا الجد يشترك، ابن مسعود وقال الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، وهذا الذي أخذ به الجمهور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تردد في هذه المسألة، يعني له ثلاثة أقوال، يعني مرة قال مثل أبي بكر الجد يحجب الإخوة، مرة قال مثل زيد الجد يشترك مع الإخوة، ومرة توقف يعني، وروي أنه كان من آخر من قال لما حضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا
لا أقول في الجد شيئا كما أنا تراجعت يعني تعبته يعني تعبته يعني صار يغير تردد فيها فكان مسألة خلاف طويل يعني لحجة اللي قالوا جدك الأب قالوا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إني أجد الجد أبا في كتاب الله ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال الله تعالى سمى الجد أبا في كتاب الله فطالما الأب يحجب الإخوة فالجد مسلم الصحابة الذين قالوا الجد ليس مثل الأب قالوا الأب يحجب الإخوة لأنه هو الواسطة يعني بينه وبين الميت يعني الأخ هو ابن أبي الميت أما الجد فهو يعني هو أيضا يدلي بالأب يعني هم لا يدلون بالجد ولكن الجد يدلي بالأب وهم يدلون بالأب يعني الجد قالوا الجد هو أبو أبي الميت والأخ هو ابن أبي الميت فهذا ابن أبي الميت وهذا أبو أبي الميت ليس لا يكون يعني أبو أبي الميت أو من ابن أبي الميت يعني كلاهما يقرب إلى الميت عن طريق أبيه يعني أخو الميت هو إيه هو ابن أبي الميت صحيح والجد هو أبو أبي الميت فقال يعني لا يكون ابن أبي الميت أو لا يكون أبو أبي الميت أو من ابن أبي الميت وإنما يشتركان فيه فإذا يسقطنا بالفرع الوارث وبالأصل الوارث والأصل الوارث المذكر مقصود به الأب باتفاق الفقهاء والجد عند أبي حنيفة رحمه هذه أحوال الأخت قال أحوال الأخوات لأب لفات هذه كانت حالات الأخت الشقيقة قال أحوال الأخوات لأب قال الأخوات لأب لهن أحوال ستة الحال الأول أو النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة. الحالة الأولى الأخت لأب، أخت لأب اللي هي يعني تشترك مع الميت في أبيه ولكن أمها غير أم الميت، هي أخت الميت لأبيه يعني تشترك معه في أبيه ولكن من أم الأم. فلها النصف إذا كانت واحدة شروط إرث الأخت لأب للنصف نقول يعني عندنا إيه لها خمسة شروط يعني تلخيص ذلك أنه لها خمسة شروط الشرط الأول هو عدم الأصل ما يكونش الميت له أب ولا جد يعني حتى اللي قال أن الجد يشترك مع الإخوة الأخت لن تأخذ النصف في وجود الجد وإنما يعني في مثلا لو أخت وجد الجد سيأخذ الثلثين وهي تأخذ الثلثين فهي عشان شرط إرث يعني النصف عدم الأصل يعني ما فيش لا أب ولا جد وعدم الفرع لا يوجد لا أولاد ولا أولاد ابن للميت وعدم المعصب يعني لا يوجد أخ لأب لأن لو وجد أخ لأب عصب الأخت لأب ورثت معه للذكر مثل حظ الأنثيين وعدم المماثل ما يكونش في أخت لأب أخرى مثلها لأن لو وجدت أخت أب أخرى مثلها معها فالأختان لأب لن تأخذ كل واحدة نصفا إنما إيه؟ اشتركنا في الثلثين. والشرط الخامس هو عدم الأشقاء والشقيقات. يعني حتى ترث الأخت الأب نصفا اشترط أن الميت ليس له لا أخ شقيق ولا أخت شقيقة. فهذه خمسة شروط يعني عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل وعدم الأشقاء والشقيقة. فهذه اللي هي الإيه؟ النصف للواحدة المنفردة عن مثلها هذا يشير إلى شرط عدم المماثل وعن الأخ لأب يعني هذا شرط اللي هو عدم المعصب وعن الأخت الشقيقة اللي هو شرط عدم الأشقاء والشقيقة وكذلك يعني نزيد على عدم الأشقاء والشقيقة بالإضافة إلى عدم الأصل وعدم الفرع كذلك يعني لابد أن نضيف هذا الشرط قال الثلثان لاثنتين فصاعدا الثلثان للأختين لأب فصاعدا يعني أختين الأب فأكثر أيا كان عددهم يشتركن في الثلثين أيضا مع بقية الشروط يعني بشرط عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب هذه شروط لابد أن عدم الأشقاء والشقيقات هذه كلها شروط أيضا يعني بس نفس شروط النصف ولكن ها
هنشيل منها شرط عدم المماثل ونشترط بدله كونهن اثنتين فأكثر. الحالة السادسة، السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. يعني لو وجدت أخت شقيقة ورثت النصف وتوفرت فيها شروط ورثة النصف، ومعها أخت لأب، فالأخت لأب سواء واحدة أو أكثر يأخذن السدس، ويسمى تكملة الثلثين، لأن نصيب الأخوات عموما هو الثلثان. فإذا الأخت الشقيقة، إذا الأخوات يعني كنا كلهن شقيقات يأخذن الثلثين، كلهن أخوات لأب يأخذن الثلثين. طب لو شقيقة وأخوات لأب، الشقيقة الواحدة يبقى لها النصف، ثم ما تبقى من الثلثين يذهب للأخت لأب أو للأخوات لأب، فيأخذن السدس ويسمى تكملة الثلثين. هذا طبعا بشرط عدم المعصب، لو كان معهن أخ لأب يعصبهن ويأخذن معه الباقي، لكن إذا أخت لأب أو أخوات لأب إناث فقط لا ذكر معهن، وتوجد في المسألة أخت شقيقة أخذت النصف، يبقى الأخوات لأب يأخذن السدس يسمى تكملة الثلثين. شوف واضح ولا؟ الحالة الرابعة أو الحال الرابع، أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. للتعصيب بالغير اللي هو أنثى تتعصب بالذكر، يعني أخت لأب يعصبها الأخ لأب فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. المال كله إذا لم يكن معهم ورثة آخرون، أو ما تبقى بعد الفروض إذا كان معهم أصحاب فروض، نبدأ بأصحاب الفروض نعطيهم فروضهم، وما تبقى يروح للإخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ده في حالة وجوب معصب. الحالة الخامسة، يرثن بالتعصيب مع الغير، اللي هي أنثى مع أنثى، اللي هي الأخوات مع البنات. قال يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن، ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن. إذا وجدت بنت أو بنت ابن أو أكثر، يعني بنت أخذت نصفا، أو بنتان فأكثر أخذنا ثلثين، أو بنت ابن واحدة أخذت نصفا، أو بنات ابن أخذنا الثلثين، أو بنت وبنات ابن، والبنت أخذت النصف والبنات الابن أخذنا السدس تكملة الثلثين. في كل هذه الصور ما تبقى يكون للأخوات، إن كان في أخوات شقيقات يكون أولى يأخذن الباقي، إذا ما فيش شقيقات يبقى الأخوات لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات، يأخذن ما تبقى بعد البنات أو بعد بنات الابن، ويسمى هذا عصبة مع الغير. عصبة مع الغير، كده نصيب الأخوات لأب. العصبة مع الغير لها يعني صور، يعني إما بنت واحدة أو بنتان فأكثر، أو بنت ابن واحدة أو بنت ابن فأكثر، أو بنت مع بنات ابن. ثم ما تبقى بعد ذلك يذهب للأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات أو الأخت لأب أو الأخوات لأب. وجدت شقيقة أو الشقيقات يكون أولى أن يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات لب. إذا لم يوجد شقيقات يبقى نروح للأخوات لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات لب. في هذه الحالة التعصيب بالغير يكون حتى لو كان أنزل منها؟ نعم، يعني هنا بالنسبة ميراث الأخت لأب يعني تقصد؟ نعم. لا، الأخت لأب لا يعصبها ابن الأخ، يعني عموما الأخت سواء شقيقة أو لأب لا يعصبها ابن الأخ أبدا. يعني إذا يعني لو فرضنا مثلا لو فرضنا أن المسألة فيها بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق أو لأب، يعني لا يضر، يعني أخت شقيقة أو لأب وابن أخ شقيق أو لأب،
يعني ممكن مثلا نقول بنت وأخت شقيقة ماشي، لو بنت وأخت شقيقة وإيه وابن أخ ماشي الشقيق أو لأب. هنا الأخت الشقيقة أولى أنها تأخذ إيه؟ ما تبقى وتكون أولى من إيه؟ من الأخ لا يعصبها. لو برضو مثلا بنت ماشي، بنت وأخت لأب وابن أخ، يبقى إيه؟ البنت الأخت لأب يعني تأخذ إيه؟ ما تبقى بعد البنت. طيب عندنا صورة أخرى اللي هي الصورة اللي هي كان فيها الأخت لأب تأخذ السدس. ماشي، نرجع للصورة، مش مسألة مع يعني مع بنات، لأن الأخوات مع البنات يكون الأخوات عصبة، فالأخوات يكون أقوى من ابن الأخ، يعني كنا إيه أولى من ابن الأخ، يعني ابن الأخ يرث بالتعصيب والأخوات يرثن بالتعصيب مع البنات، صحيح؟ فالأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، وابن الأخ وارث بالتعصيب هو عصبة بنفسه، فالأخوات أولى من ابن الأخ في هذه الحالة. طيب لو جينا لمسألة أخرى اللي هي أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب. أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب. هنا الأختان الشقيقتان لهما كم؟ ثلثان. طب الأخت لأب هنا هل لها فرض؟ مع أخيها هل لها فرض؟ لا، ليس لها فرض، لأن فرضها السدس لو كان أخت شقيقة واحدة أخذت النصف، كان أخت لأب كانت لو الشقيقة واحدة أخذت النصف كان أخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن لو الثلثان اكتمل يعني أختان شقيقتان أخذتا الثلثين خلاص، والآن عندنا أخت لأب وعندنا ابن أخ لأب، فالآن ابن الأخ لأب له الباقي والأخت لأب لا شيء لها، سقطت لأن لا هي صاحبة فرض ولا هي وارثة بالتعصيب، ما لهاش تعصيب بعد الشقيقات، هي لها تعصيب مع البنات بس لكن ما لهاش تعصيب مع الشقيقات، فبالتالي هنا لا هي وارثة بالتعصيب ولا هي وارثة بالفرض، فهي سقطت، لكن ابن الأخ وارث بالتعصيب له ما تبقى، لأن الأخ يأخذ ما تبقى بعد الشقيقات، يأخذنا الثلثين والباقي يروح لابن الأخ، والأخت الأب هنا لا شيء لها، لكن لما بيكون أخت الأب مع بنات بتكون وارثة بالتعصيب، بتكون أولى من ابن الأخ. بنت الأخ. بنت الأخ لا شيء لها، يعني ليست من الورثة، يعني لا شيء لها، يعني ولا تتعصب بأحد ولا شيء، يعني تسمى من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام اللي هم يعني لا لهم لا فرض ولا تعصيب، لا يرثون شيء. زيها بنت الأخ، زيها زي بنت العم، زي بنت البنت، مثل أبي الأم، كل هؤلاء لا يرثون شيء. والخال والخالة والعمة كل دول ليسوا من الورثة. إن شاء الله يكون وضحت يعني. يعني الأخت تعصب البنت وبنت الأب، لكن لا تعصب الأخت. مش يعني ممكن نستعمل أحسن تعبير، تتعصب معها. تتعصب مع يعني الأخت. تتعصب مع البنت وتتعصب مع بنت ابني، يعني تأخذ ما تبقى بعدها تعصيبا، لكن أخت الأب لا تتعصب مع الشقيقة، إن كانت شقيقة واحدة أخذت النصف فالأخت الأب تأخذ السدس فرضا، هذا مش تعصيب، هذا اسمه فرض، لأن لها فرض من الفروض المحددة فتأخذ السدس فرضا، لكن إذا وجدت شقيقتان أخذتا الثلثين الأخت الأب هنا سقطت، لا هي صاحبة فرض ولا هي صاحبة تعصيب، إن كان لها يعني معها أخ لأب، يعني هنا لو فرضنا أخت لأب وأخ لأب وأختان شقيقتان، الشقيقتان أخذتا الثلثين، الأخت الأب هنا معها معصب أخ لأب، يبقى هي وأخوها يأخذون ما تبقى للزكاة مثل حظ، لكن أخت لأب وابن أخ لأب
هنا لا، ان الاخلاق لا يعصب الاخر، ينفرد هو وحده بالباقي كله وهي لا تعصب. قال بعد ذكرنا انه يرثنا بالتعصيب مع الغير اذا كان مع الواحده او الاكثر بنت او بنت ابن، ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت او بنت ابن. الحاله السادسه سقوطهن بمن ياتي. الاخوات الاب يسقطن، يعني يحرمن من الميراث ولا يرثن شيئا، بمن ياتي بالاصل او الفرع الوارث المذكر. بالاصل هو بالاب اجماعا، وبالجد على قول ابي حنيفه، يعني ابو حنيفه يقول الجد مثل الاب يحجب الاخوه، لكن على راي الجمهور ان الجد لا يحجب الاخت لا للشقيقه ولا للاب، وانما يرث معه. او الفرع الوارث، لكن الاب هذا يحجب الاخوات اجماعا، والفرع الوارث المذكر يحجب الاخوات اجماعا ايضا. يعني لو الرجل مات وترك ابنا واختا لاب، المال كله للابن والاخت لاب لا شيء. ثانيا بالاخ الشقيق، الاخ الشقيق يحجب الاخت لاب. ثالثا بالاخت الشقيقه اذا صارت عصبه مع البنت او بنت الابن، لانها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق، ولهذا تقدم على الاخ لاب والاخت لاب عندما تصير عصبه بالغير. يعني الاخت لاب يقول، يعني هنا يفترض ايه مساله، عندك بنت واخت شقيقه واخوه واخوات لاب. طيب البنت لها الايه النصف فرضا، والاخت الشقيقه لها الباقي تعصيبا، وهي اولى من الاخت لاب. حتى لو كان مع الاخت لاب معها اخ لاب يعصبها، الاخت الشقيقه اولى، لانها تقوم مقام الاخ الشقيق في هذه الصوره، لانها ترث بالتعصيب، تتعصب مع البنت، تكون اولى من الاخت لاب. رابعا قال بالاختين الشقيقتين الا اذا كان معهن في درجتهن اخ لاب فيعصبهن، فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب، فللشقيقتين الثلثان، والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يقول إذا أختان شقيقتان أخذتا الثلثين، إذا كان أخت لأب ليس معها معصب سقطت لا تأخذ شيء، لكن إذا كان معها معصب يعني أخ لأب مع الأخت لأب أخذنا الباقي بعد الشقيقة. واضح؟ يعني الشقيقتان وأخت لأب. الأخت لأب هل ترث شيئا هنا؟ لا. طب شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. نعم، الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت لأب مع الأخ لأب يعصبها ويرثون ما تبقى من الزكاة مثل حظ الأنثى. انتهت أحوال الأخوات، نقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. شيخ الكلالة لغة قريش ولا إيش؟ الكلالة؟ الله أعلم، هي معناها عدم الأصل والفرع. أيوه أنا عارف يعني بس